في روح جديدة في البنك الزراعي المصري تحسها أول ما تقرب من جناحه في معرض صحاري 2023. فرق ائتمان ومخاطر ومرابحات إسلامية ودفع إلكتروني وتحول رقمي وإصرار من الشباب في البنك على الوصول بخدماته لكل أصحاب المشروعات الكبيرة والصغيرة. تعالوا نقابل السيد إيهاب منير رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات في البنك الزراعي المصري. سور إيهاب، لما أقف مع حضرتك يبقى لازم أطمن على مشروعاتنا القومية. البنك الزراعي بيشارك بقوة في مشروعات تطوير الري، في حياة كريمة، تطوير مراكز تجميع الألبان، كل ده حضرتك مسؤول عن تطويره. طمنا على مشروع. احنا كنا يعني حجر الزاوية في تطوير الري في مصر، والعملية دي احنا كنا يعني ليه داخلين فيها، لان احنا كنا مقتنعين بعملية تطوير الري في مصر والتحول من الري بالغمر للري بالرش والتنقيط، ان احنا هنحل مشكلة الري دي بتوفير 40-50% من المية في مصر، وكمان بترفع الكواليتي بتاعة المحاصيل الزراعية طبعا، وتزود مساحات الأراضي زي ما حضرتك قلت كده. والبنك الزراعي على فكرة ما تبنى البرنامج ده عمل حقول استرشادية، فخدنا مساحات بعينها عملناها، البنك اتولاها ان هو يعملها كنموذج علشان الفلاحين اللي في مصر والشركات اللي عندها أراضي تتفرج على النموذج ده وتعرف النتائج اللي بتطلع منه يعني. وكان ماشي البرنامج كويس، الدولة كانت متدخلة فيه طبعا، واحنا كان عندنا مبادرتين صح؟ أيوة بالظبط، مبادرة 5% لتطوير الري للمزارعين، أيوة، ومبادرة جديدة اتعملت في 2022 تقريبا بالظبط يا فندم، صح كده؟ كانت 10 سنين قرض حسن بدون أيوة فايدة بالظبط. خليني أقول لحضرتك المبادرة 5% على طول وزارة المالية تدخلت في الموضوع لتعديل الشروط وخلتها بدل 5 سنين و5% زيرو فايدة، وخلتها على 10 سنين، وابتدى البرنامج الناس ابتدت تتقدم فيه، وكمان في وزارات بعينها خدت محافظات كاملة، وكان ماشي البرنامج كويس لحد فترة معينة. تغيير سعر الدولار خلى التكلفة تطوير الفدان اتضعفت أو تقريبا تريبل، الوضع اختلف جدا. فاللجنة دلوقتي وفي الأيام دي بالذات بتجتمع ما بين الوزارات المختصة، وزارة الري وزارة الزراعة، وطبعا برعاية وزارة المالية، ان هي تعدل السعر بتاع تطوير الفدان للتغير من الري بالغمر للري بالرش علشان نعيد تفعيله، علشان هدف قومي طبعا توفير المية في مصر. خلينا بس نطمن الناس، موضوع العشر سنين قرض حسن بدون فوائد مازال قائم، ولكن بنعيد دراسة قائم ومازال دراسة فايدة التسعير بتاعه بالضبط كده. هو دلوقتي ليه لم يلغى لم يلغى 0% فايدة وعلى 10 سنين سداد وسنة سماح، وان هو بس بصدد تعديل السعر المعتمد لتطوير الري في الفدان. تمام، يعني نستقر على سعر المعدات اللي بنستخدمها في أرض حضرتك. بالظبط. وانا عارف كمان ان اللجنة دي بتعمل سقف، يعني ممكن كمان تبقى يعني في رينج للتطوير ده، علشان لو الشركات اختلفت في أسعار في حاجات بسيطة ممكن تخبل يعني. تمام، ده بالنسبة لمشروع تطوير الري في مصر. حياة كريمة. حياة كريمة البنك الزراعي بقى متبني فيها ان احنا عندنا وحدات موجودة في الشارع، مش بس فروعنا المنتشرة في كل القرى والنجوع، لا كمان عندنا سيت اب خاص بينزل في القرى بتاعت حياة كريمة، ان احنا نتواجد. هدفنا الاول على فكرة الشمول المالي، ان احنا ناس ان بانكت تبقى موجودة في البنك طبعا. الحاجة التانية ان احنا عندنا منتجات ينفع التعامل كبداية في مشروع صغير، اولها طبعا باب رزق، وغير باب رزق طبعا بيتدرج لحاجات كتيرة جدا، وكارت الفلاح وكارت ميزة، الناس تعرف يعني ايه بنك والتعامل مع البنوك، وبنهوك الناس دي يعني ندخل الناس دي في المعاملة البنكية. من ضمن حاجة حياة كريمة كمان التعاون بتاع البنك الزراعي في المشروع بتاع الثلاث وزارات، وزارة الزراعة والتضامن والأوقاف، اللي هي بنستعلم عن الفلاحين اللي ما عندهمش ثروة حيوانية، علشان على حساب الثلاث وزارات دول تقريبا بياخد الراس الماشية والجهاز الحلاب بتاعه والتغذية بتاعته لمدة سنة، وبعدين يدفع على 5 سنين، وده طبعا حاجة كويسة ان احنا عملنا له مصدر دخل طبعا، احتمال مع الوقت كمان هو لما يتساعد يبقى عنده دخل انه يزود عدد الروس، وبعدين يتبنى بقى المشروع ده وانه ايوه الراس الواحدة بعمل له 200-300 جنيه في اليوم طبعا، لانها كمان الروس اللي هي بتطلع معدلات البان كويسة يعني. حياة كريمة كمان الانتشار بتاعها ان احنا
بنخلي الناس بعد ما تطلع من المقابلة اللي في الشارع دي انها تلتقي بالموظفين بقى في الفرع علشان تكمل المعاملات بتاعتها، وبالتالي بقى عميل بنك فيبتدي حياته بقى سواء الادخارية او الاستثمارية حتى لو المشروع صغير. يعني تطوير مراكز التجميع الألبان في مصر، ودي كانت مبادرة من الدولة طبعاً. علشان موضوع اللبن كان في مشاكل كتير في تجميع اللبن في مصر، وتبنت البنك تبنى مع وزارة الزراعة وأحد الوزارات المنتجة للمعدات وزارة الإنتاج الحربي إن بقى في معدات على مستوى عالمي لرفع مستوى الجودة في موضوع تجميع الألبان ده، عشان يبقى بمعدلات معينة النقاء بتاعه والصفاء بتاعه. اللبن طبعا للأولاد وللكبار، واللبن طبعاً. موضوع استراتيجي يعني. ده مراكز تجميع الألبان اللي احنا وصلنا فيها لحوالي 86-87 معمل مطور. مطور تطوير يعني حضرتك لو اتفرجت شفت على لا حاجة عظيمة جدا حاجة جدا. على مستوى كويس وكرة جدا. صغيرة جدا نقلة فيها مراكز نقلة فعلا نقلة بالضبط. عايز اسألك على حاجة مهمة جدا، مبادرة رواد الأعمال. مبادرة وصلنا رواد الأعمال وصلنا لفين؟ انت الوحيد اللي تقدر توصل للكرة دي. واحنا كبنك زراعي على فكرة، ومجلس إدارة البنك على فكرة، مقتنع جدا بموضوع المبتدئين في المشروعات ده، لدرجة ان احنا لحد النهاردة يمكن اكبر البنوك في مصر اللي عندنا فروع أو مكاتب لرواد النيل ولرعاية رواد النيل، والحصاد بتاعنا حتى وصل لحوالي 8000 عميل في 22 ما شاء الله، و 12000 عميل حصلوا على الخدمة بتاعت رواد النيل دي في النص الأول من 23، وده معناه أن الأرقام بتتضاعف. الخدمة دي على فكرة مش بس تمويل، الخدمة دي تعريف بإدارة بيزنس، ازاي تران البيزنس بتاعك، ازاي نقدر نشبكك بعملاء اكبر فانت تضمن استمرارية للتمويل بتاعك. الحاجة التانية كمان ان احنا بنعمل دراسة جدوى، لو انت بتفكر بنعمل لك دراسة جدوى في الوحدة بتاعتنا. مش بس كده كمان احنا اضفنا حاجة تانية ان احنا نعمل لك مستندات وجود شركة، اللي هو السجل، ان احنا نعمل لك تسجيل تجاري وتسجيل ضريبي كمان، فانت لما بتدخل وحدة رواد النيل بتاعت البنك الزراعي كأنك مكفول في الرعاية بتاعتك ماليا. عندنا كم فرع النهاردة؟ احنا حوالي 11 فرع بإذن الله، نقفل سنة 23 دي وعندنا 20 فرع، سواء مبادرة رواد النيل أو وحدة خاصة وعندنا فريق بيتدرب تدريب على أعلى مستوى للرعاية، مش بس تدريب الائتمان أو أنه يعرف يعني إيه تمويل، لا لرعاية مشروع مبتدئ يعني. دلوقتي بقى ركزوا في لقائنا مع السيد طارق عبد الفتاح رئيس قطاع المشروعات الكبرى في البنك الزراعي المصري، وهنناقشه في محفظة القطاع واللي تجاوزت قيمتها 23 مليار جنيه، واللي بيستهدفه حاليا الشركات التصديرية للحاصلات الزراعية. من كم سنة؟ كان عدد الشركات الكبرى في البنك الزراعي المصري بنتكلم في 5-6 زي ما قال كده يتعدوا على صوابع اليد الواحده. ده حقيقي. النهارده احنا عملنا طفره كبيره جدا، عايز اسمع من حضرتك. والحمد لله خلال الثلاث سنين اللي فاتوا احنا رفعنا عدد الشركات الممنوحه من البنك الزراعي المصري، شركات الكبرى في جميع المجالات المرتبطه بالزراعه والتصدير، وصلنا ل 150 شركه، وده اللي خلانا ان احنا نوسع السكوب بتاع التعامل بتاعنا، لان الشركات الكبرى دلوقتي بكل الانشطه المرتبطه بالزراعه من اسمده والات ومعدات وري حديث ومواسير بلاستيك وغيره وغيره، ده بيخدم على الهدف الاساسي بتاعنا خدمه الفلاح المصري. المحافظ عامله ازاي؟ احنا حضرتك حاليا احنا المحفظه بتوصل 23 مليار جنيه مصري، و محفظه تمويل المشروعات الكبرى او الشركات الكبرى 23 مليار. تمام. وبالنسبة للمشروعات الصغيرة المتوسطة احنا رابع اكبر محفظة ائتمانية في مصر، نسبة التمويل بتاعت الاس ام اي عندنا ريشيو وصلت ل 60%، ودي من اعلى النسب الموجودة في القطاع المصرفي، وده يبين لحضرتك حجم الشغل اللي تم خلال اخر 3 سنين بالنسبة لقطاع الشركات بكل انواعها. احنا بنستهدف مين؟ احنا بنستهدف كل الشركات الكبرى حسب تعريف البنك المركزي اللي مبعتها 200 مليون فما فوق، اللي بتتعامل مع القطاع الزراعي، طبعا على رأسهم المصدرين. احنا بنتعامل مع المصدرين بنوفر لهم حلول تمويلية وخدمات مصرفية بتساعدهم ان هم يقدروا يحققوا التارجت المطلوب منهم للتسويق. احنا خلال الفترة الثلاث سنين فاتت دي زودنا الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية المكودة اللي تعتبر بالنسبة لنا قاطرة للتصدير في مصر، بنفتح اعتمادات مستندية، بنستورد لهم الخامات او مواد التعبئة والتغليف المطلوبة للتصدير، بنقف معهم في كل الخطوات التصديرية من قبل الزراعة وأثناء الزراعة ومعاملات ما بعد الحصاد لغاية ما بيحصلوا فلوسهم من الخارج. تقدر توفر لي دولار؟ طبعا، وخلي بال حضرتك ان هو اوريدي عميل بيجيب للبلد دولار، فكل الدعم اللي احنا بنقدمه له بفايدة بسيطة متناقصة 5% ده عشان اوصل له ان هو يقدر يصدر حاجته باسعار تنافسية ويقدر يورد للبلد الدولار، ونقدر نحل المشكلة المؤقتة اللي احنا فيها، وبالتالي احنا قدرنا نوصل
مع الشركات الزراعية نوصل لهم إيه التكلفة الحقيقية الموجودة. عارف حضرتك أن الزراعة في الصحراء مختلفة تماماً عن الوادي القديم، وبالتالي التكاليف بتاعتها بتختلف، بخلاف أن البنك الزراعي كما تعلم حضرتك والسادة المشاهدين أن إحنا المسؤولين عن استلام محصول القمح، المحصول الأساسي طبعاً لبلدنا، ونتيجة للتحسين في الشون البنك الزراعي ونتيجة أن إحنا حطينا سيستم يساعد الفلاح أن هو ياخد فلوسه فورة والكلام ده، نسب التوريد زادت 40% في 22. إيه الميزة اللي أنا أقدر أخدها كشركة كبيرة لما أحط الودائع بتاعتي والدولار بتاعي في البنك الزراعي؟ عايز أعرف. واحد، أنا بقدم لشركات التصدير والشركات الزراعية تمويل ميسر بال5% فايدة بسيطة متناقصة، دي نقطة. النقطة الثانية، الانتجار الجغرافي بتاعنا بيمكنهم أنه هم مش بس حضرتك ممكن الشركة يكون عندها طلبات تسويقية أو تصديرية أكبر بكتير جدا من حجم الأراضي المملوكة اللي عندها، فأنا بخش أقدر أمول العلاقة التعاقدية أو الإيجارية مع مزارعين أو شركات صغيرة متوسطة تدي للشركة الكبرى اللي عندها القدرة التسويقية إنها تمول، فأنا البنك اللي كاد أكون الوحيد اللي بمول المالك للأرض والمستأجر. الانتشار الجغرافي بتاعي برضو بيخليني إن أنا أخلي شركات التصنيع الزراعي الكبرى في مصر إنها تتعامل على مستوى مزارعي مصر ويوصل لها المحصول بتاعها. في المقابل أنا بقدر من خلال التطوير التكنولوجي اللي تم في البنك الزراعي نحن ندفع للفلاحين فلوسهم فورا. السيد أكمل الحق هو العضو المنتدب للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وهي إحدى شركات البنك الزراعي المصري، وشهدت تطور كبير فعليا، وبتمتلك النهاردة 71 منفذ لبيع مدخلات الزراعة والميكنة الزراعية. ركزوا معاه. عندنا فروع كتير جدا، حوالي 71 فرع، وعندنا تعاقدات مع شركات كبيرة جدا سواء في السوق المحلي أو العالمي عشان توفر احتياجات المزارعين. أنا عايز أعرف آليات عمل الشركة المصرية. إحنا الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، إحنا إحدى شركات البنك الزراعي، إحنا مملوكين بالكامل للبنك الزراعي. إحنا رأس مالنا النهاردة 6 مليار جنيه. تمام. إحنا موجودين في أكتر من 71 فرع في 21 محافظة، بنخدم الفلاح. إحنا بنوزع 10% من السماد المدعم بالتعاون مع وزارة الزراعة، اللي هي وزارة الزراعة بتوزعه اللي هو لصغار المزارعين. بنتأكد من وصول الدعم لمستحقيه. هو في أسمدة بتتوزع من خلال الشركة وأسمدة تانية بتتوزع من خلال الجمعيات. إحنا عندنا 10% من السماد المدعم لأراضي خارج الزمام، داخل الزمام بيوزع عن طريق الجمعيات. ايه الخدمات اللي ممكن نقدمها للمزارع من خلال 71 فرع؟ بص، احنا عندنا كونسبت جديد شغالين عليه بقالنا دلوقتي داخلين في سنة، اللي هو وان ستوب شوب، اللي هو مكان فيه كل حاجة بيحتاجها الفلاح المزارع والمربي. فاحنا عندنا تريسيكلات، عندنا مقطورات، عندنا عربيات نقل، عندنا طبعا ميكنة أسمدة ومبيدات ومخصبات، عندنا أعلاف. احنا وكلاء لشركات ميكنة من بيلاروسيا ومن بولندا. يعني اي منتج لاي مدخل زراعي ممكن يعرضه عند حضرتك؟ اكيد. انا مكتبي مفتوح لاي واحد موجود بيقدم خدمة للفلاح، انا اهلا بيه تبقى موجودة عن طريق فرعي، لان انا فرعي اصلا موجود كمان في حتت محدش بيخدمها. فاحنا بنحاول نخدم، احنا حتى متكلمين مع وزارة الزراعة ان احنا نوفر اسمدة مدعمة داخل سيوة، لان انت عارف سيوة ابتدى يبقى فيها دلوقتي نهضة زراعية كبيرة. يعني وجود البنك الزراعي في ظهر الشركة المصرية ده بيمثل ايه؟ ممكن يخليك تعمل ايه؟ احنا احدى شركات البنك الزراعي، فانا بقدر استفيد بان انا اودي الفلاح للبنك الزراعي ياخد قرض لو هو ما كانش عارف، وهو بيقدر الفلاح اللي عايز حاجة يجي ياخدها مني، هو بيقدر يعرفه ان انا موجود. احنا مثلا معداتنا وميكانتنا موجودة على منظومة البنك الزراعي، فانت لو دخلت عايز تقول له انا عايز المعدة دي هتقدر تخلص ورقها من غير ما تجيلي اصلا، والبنك الزراعي يخاطبني يطلع لي امر توريد وانا اوردها، يقول لي سلم فلان المعده الفلانيه وهو كذا. فاحنا الاثنين بنتكامل مع بعض. احنا مجلس الاداره بتاعنا كله يمثله البنك الزراعي طبعا. احنا عندنا الاثنين نواب البنك الزراعي، استاذ سامي عبد الصادق واستاذ محمد ايهاب، وعندنا طبعا استاذ علاء فاروق بيدعمنا على طول، رئيس يعني البنك الزراعي. يعني احنا النهارده زي ما انت شايف كالشركة المصرية للتنمية الزراعية احنا موجودين جوه جناح البنك الزراعي بدعم من البنك الزراعي. دورة موفقة لمعرض صحاري الدولي الزراعي 2023، والحقيقة ان القطاع بأكمله كان متشوق للمعارض الكبرى اللي بتقدم احدث تكنولوجيات الزراعة في العالم. التحديات كبيرة، وخفض تكلفة الانتاج مع الحفاظ على جودته هو الرهان الاكبر في ظل التغيرات المناخية، لازم ننتبه ونستعد ليها وبقوة.